على هامش الندوة الوطنية لعمداء الحركة الكشفية بالجزائر، قام السيد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية محمد بوعلاد بزيارة التفقد والاطلاع على المركز الكشفي للطفولة والشباب بعين عشير عنابة. ومن خلال هذا الزيارة قدمت القائد العام حول هذا المركز النظرة العامة المستقبلية وطريقة الإنجاز والتخطيط. محمد، كيف نتصوروا الغابة هذه تاع 4 هكتارات وكيف تستفاد منها الكشافة الإسلامية عبر الربع الوطني بما فيها المحافظة تاع عنابة والجهة وسقهراء؟ واش راح نخمو في القطعة هذه؟ انه القطاع العليا حتكون عبارة عن مكان الإسكان، هي لي برجمون، بحيث انه المكان هنا حيكونوا لي بنغالو. عندنا 24 بنغالو، قاعة قدرة الاستيعاب تاعهم حتكون من 24-30 فرد. عندنا شركة لازا في عنابة هنا تقوم بتركيب البيوت المستعملة. احنا الفكرة تاعنا راح نوصلوا لقدرة استيعاب تصل الى 300 شخص. يعني المنطقة الأخرى اللي هي المنطقة هذه حيكون فيها، حنحافظوا على القيم الكشفية تاعنا يتمثل في مخيمات الخلاء. يعني المنطقة هذه حتستعمل خلال سنة اللي هي البنغالو. المنطقة الثانية حيكون فيها استخدام، الشكل العام تاعها يحتوي على الخيام، الخيام وعلى المسرح الروماني حتكون فيه الأسميرة تاعنا. القطعة الثالثة اللي هي تكون حتكون سباس سيرفيس، يعني هنا حيكون قطاع الخدمات يتمثل في المطعم، يتمثل في إدارة المخيم وكل ما هو له علاقة بالخدمات للمخيم هذا. أما القطعة الثالثة وهي الفكرة الأساسية اللي احتربطنا مع السلطات، تتمثل في قطاع يعني يسميناها إسباس دلوازير. هذا الإسباس دلوازير حيكون مفتوح للمجتمع كم للعائلة. احنا الهدف تاعنا أنه ما يبقاش للمخيم هذا يعني حكل غير على الكشاف، حابين نفتحوا مجال. يعني تلاحظوا مقابلنا يعني السيد صحراوي ملهي مدير بارك دو جيم تاع قرطاج لاند، يعني هو كيما نشوفوا في تونس العاصمه قرطاج لاند كاين هو حديقه التسليه هذه. احنا الفكره تاعنا تتمثل في المجال هذا. نرجعوا للمجال تاعنا، هذا المجال تاع الترفيه يحتوي على كل ما هو ترفيه، يتمثل في الاستاد، يتمثل في ديزير دو جو، يتمثل في اي حاجه عندها علاقه بالترفيه، اماكن الاستجمام العامه حتكون تحتويها القطعه هذه. القطعه هذه الخدماتيه شرحناها، اما بقيه القطعه الاولى والثانيه حتكون توصل قاعه قدره الاستيعاب الى 600-700 فرد، مما يتيح استيعاب عدد كبير على المستوى الوطني. لهذا اهميه المكان هذا، مكان استراتيجي يربط جميع ولايات الشرق اضافه الى الولايات الحدوديه. وبعدها قام القائد العام والوفد المرافق له بجوله حول اماكن الفضاءات الذي مزعم انجازها مستقبليا، وقدم له السيد المحافظ الولائي كل الشروحات. قبل الدرك الوطني هنا عندنا الصحراوي، هذا مستقبل حديقة التسلية. كاين مشروع على بعد 2 كيلومتر اللي هو منطقة بوزيزين عيطوا له هناك فوق، مشروع دارته وزارة السياحة. بنينا داخل المركز هذا شغل على شكل حديروه مخزن فيه. لا داخل لهم كيما جديد جابوه باه يكمل، إذا جابوه باه يكمل وش ها وش يكمل مش فاهم. لا هذه كمخزن هكذا يحطوا براوت اي يخرجوا اي مجموعه درك تجي من الكشافه هنا يحطوا شالي هذاك يقدروا يقدروا. هذا قايد هذا قديم من هنا، وهذا مجديد قام به المسؤول المكلف بالنشاط من اجل وضع العدد، اضافه العدد فقط. الغابه راهي غابه فيرج، يعني ما فيها حتى اضافه. غابة هذه الأماكن كانت كاملة غابة قايد وزع على المستثمرين فيما يخص المجال السياحي. نهار جاء وزير السياحة السابق عمر غول، تم تقسيمها على المستثمرين على مستوى ولاية عنا. وأكبر مشروع لاحظ الصور هذا كامل يطلع الفوق، هذا مدارينها محمية بيئية، هو مشروع مستمر. المنطقة هذه خصها الكشافة، المنطقة هذه خصها المستثمر الصحراوي، والمنطقة الخلفية المستثمرين من إنجاز المشاريع الفندقية. نعم شكرا لك.
باه واش باه نحافظوا على الغابه باه نحافظوا على المكان اللي رانا هنا لليوم نحن داخلين عينوا المكان قيد عام بيكون في علم ان المكان راه تعرض يعني عينيه مع المكان هذا هادو ما كرمكم الله مراحيض مؤقته من فوس بيردي عندهم فوس بيردي تاعهم مي مخدومين من الداخل يعني يعني الافواج اللي خيمت بالخيام تاعها عندها لي سانيتير تاعها كاين الماء كاين الكهرباء يعني مخيم كشفي يعني خلا حياه الخلا يخدموا في خزانات مائيه الفوق غابه تجور غابه تجور غابه فيرش كون نخرجوا بعد بالسياره تشوف الغابه تاعنا اونتوس الغابه تحتوي على اشجار الصنوبر بصفه كبيره واشجار الزيتون لهذا الغابات يعني الزيتون عفوا قيمتها يعني وطنيا الغابات يوصي ويكرر على انه المشاريع التنمويه اللي حتكون على مستوى المخيم تكون تحترم الجانب البيئي والخضره تاع المكان يعني مدى بينا نحن نروحوا ما دامنا اتفقنا مع مديريه البيئه الفكره الاولى انه يكون مشاريع ايكولوجيه لما لا تكون لنا جيرونوفلابل كذا لما لا يعني نطمحوا للامور هذه الشيء صغير بقى صغير طعنا عندي غابة شوف الغابة هي بالطول بس العرض نتاعها ينتهي بعد نهاية الغابة يصد الغابة يبداو المشاريع السياحية هذا يحتاج انه يكون عمل او نسمعوا في البوكلاو يخدم من هذه الجهه الاخرى دونك التيرا كاين في لابارتي اللي قلنا نديروا فيها الطابير تاع بارتي بلاص وقلنا لابارتي خصها يعني الجانب التكشيف وجانب البنغالو بحيث نديروا يعني الدراسه تاعنا حتكون بيان سير بعد حساب الميلان تاع الارضيه تاعنا ويكون انتغراسيون تاع لي بنغالو تكون ايتيدي يعني نجيب لك معايا الله الرحيم يعاونكم بالتجربه تاع المخيم ان شاء الله دابا حجرنا الفيضاء خمس ملايين بالمخيم والتراول شكرا استكريو الهضره ولا داش كيجي يا طاهر بقى خرجينا حنا ياكلوا ياكلوا لينا نخدموا من بيت البنات في اخر المطاف استمع القائد العام وفد المرافق له لعزف فرقه النحاسيه واخذ صوره تذكاريه تبقى محافظة عنابة للكشافة الإسلامية الجزائرية في انتظار تسجيل هذا الصرح الكبير وفعالية عظيمة للشباب والطفولة.